الحصاد من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم وهذه أبرز الأنباء. الرئيس الفرنسي يبدي تأسفا لسوء التفاهم مع الجزائر ويعبر عن احترامه للأمة الجزائرية وتاريخها. اجتماع السفراء والبعثات الدبلوماسية خبرة طويلة في خدمة استراتيجية جديدة. أزمة الطاقة تتفاقم في المغرب، الرباط تعترف بعجز طاقوي. جائزة سلطان العويس الثقافية تحط رحالها بالجزائر، فوز مستحق للدكتور عبد الملك مرتضى. هذه التفاصيل. أبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأسفه لما يحيط بالعلاقات الفرنسية الجزائرية من سوء تفاهم وجدل، مضيفا أن الإليزي قد وجه دعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور الندوة التي ستحتضنها باريس هذا الجمعة حول ليبيا، بحسب ما أفاد مصدر من الإليزي. ولمزيد من تفاصيل معنا دكتور عبد الرزاق صغور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. إذن دكتور، بداية، كيف تقرأ التحول البارز في موقف الرئيس الفرنسي بخصوص تاريخ الجزائر والأمة الجزائرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هو في الحقيقة هناك ما في الشعب في الجزائر يقول الضرب يعرف من ضربه. الآن يظهر أنه التهاون الذي والمزاجية التي ميزت هذا الرئيس ماكرون والتي أراد بها أن يستهين بالجزائر وبتاريخها وبانتمائها، ولم يكن يتوقع أبدا أن يكون الرد قوي وقوي جدا. رد كرئيس الجمهورية يعني أخذ كل ما يملكه من صلاحيات، وهنا كان الرد قوي، فكان الرد عنيف، وكان الرد ليس مجرد لفظيا وإنما فعليا بتحويل وبإعادة علاقات جديدة مع دول أخرى سواء كانت إيطاليا أو ألمانيا أو أسبانيا، وتدعيم العلاقات مع الصين وروسيا وغيرها. وهذا مما أدى أن فرنسا الآن فقدت أهم شريك اللي كان عندها في إفريقيا وهي الجزائر، أهم بوابة اللي كانت عندها في إفريقيا وهي الجزائر. وفرنسا لن تستطيع أن تكون لا في المالي ولا في النيجر ولا في تشاد ولا في موريتانيا إلا بوجود الجزائر. الآن وصلت إلى مرحلة أنه هذا الرئيس الآن وجد نفسه هو أراد أن يسترجع بعض الأنفاس في ليبيا، وليبيا الآن المشكلة الليبية لا تحلها فرنسا، وفرنسا بعيدة تماما عن التأثير الآن في ليبيا. ليبيا الآن فيها روسيا وفيها إيطاليا وفيها تركيا وفيها أمريكا، هذه هي ليبيا الحقيقية. أما مجرد مؤتمر باريس يجيب من أراد فهو لا يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة. طيب دكتور صغور، هل تتوقع تصريحات أخرى في الخطاب المرتقب للرئيس الفرنسي لاستمالة أو في بيان في محاولة لاستمالة الجزائر للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا؟ لا، هو أكيد أنه الرئيس الفرنسي هو الآن يتصل سراً مع الجزائر، والآن يبعث في مراسليه ووساطاته، أكيد هذه الأشياء لا تعلن ولا. والآن هذا الخطاب وجاء في الحقيقة ليس للجزائريين فقط، وإنما هذا الضرب له داخل فرنسا وخاصة اليمين الفرنسي. إذن اليوم نظن بأنه هو مجبر على تغيير الخطاب، هو مجبر على قول كلام آخر، هو مجبر على استمالة الجزائر، هو مجبر لأنه عدم مشاركة الجزائر في باريس هو فشل وإخفاق ذريع للإشكالية الليبية. إذن اليوم هو أكيد أنه سوف يغير من لهجته، يغير من خطاب. لا، هذا هو الإشكال. أين يوجد الإشكال؟ هو أنه هو ومقرريه ومساعديه استهانوا في الأول واعتقدوا أن الجزائر ليست قوية أن ترد، وهذا ما جعلهم يتهورون. هم قالوا أن الجزائر نظام ضعف عن طريق الحراك، نظام كذا نظام كذا والنظام عسكري، ونمشيوا إلى مرحلة انتقالية، يعني دخلوا أرواحهم في أشياء بعيدة عنهم وما عندهمش القدرة باش يدخلوا فيها، وما عندهمش الإمكانية، وما عندهمش
الموقع ولا اللي كان عندهم يذليهم من ضمن بأنه لما نعم نعم دكتور صغور، هل غياب الجزائر عن هذا المؤتمر سيؤثر عليه؟ أكيد أكيد أكيد. الجزائر دولة عندها أكثر من 1000 كيلومتر حدود مع ليبيا. الجزائر عندها علاقات قوية داخل المجتمع وداخل القبائل الليبيين. الجزائر تربطها علاقات قوية مع المنظومات الحاكمة الآن في ليبيا. إذا عدم وجود الجزائر بمن سيستخلفه؟ بمن؟ الجزائر الآن عندها علاقات قوية مع إيطاليا، وإيطاليا جزء كبير لها تأثير كبير في 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 في, في, في ليبيا. الجزائر عندها علاقات قوية مع تركيا، وتركيا عندها تأثير كبير في 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 ليبيا. عندها علاقات قوية مع روسيا، روسيا عندها تأثير كبير في ليبيا. الآن ما هو مدى تأثير فرنسا داخل ليبيا؟ صفر. مجرد عندها بعض حفتر عن طريق الإمارات وشوية مصر وشوية كذا، لكن بالحقيقة الآن الفاعلين الأساسيين داخل ليبيا هي تركيا، هي روسيا، هي إيطاليا. ولا نستبعد أيضا الدور الجزائري المعنوي الذي يلقى ترحيب كبير من الإخوة الليبيين. وشفنا البارح قائد الأركان الليبي لما كان في الجزائر مع قائد الأركان الجزائر، شفنا كثير من العلاقات الودية والعلاقات الجدية بين الجزائر وليبيا. إذا عدم حضور نعم. الجزائر إلى مؤتمر باريس يعتبر ندوة باريس أو لقاء باريس، يعني مجموعة مؤتمر. دكتور عبد الرزاق صغور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا. نواصل مشاهدينا الكرام. إذن تتواصل لليوم الثاني أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المطالبة بلعب دور محوري على الصعيدين السياسي والاقتصادي بما يضمن المصالح الاستراتيجية للجزائر. ولا تأتي حركية الجهاز الدبلوماسي الجزائري من فراغ، فالإرث الذي تقف عليه هذه الدبلوماسية مشهود له دوليا. وإن كان وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة قد حدد الهدف الأسمى لهذه الدبلوماسية في رفع راية الجزائر عاليا والذود عن سيادتها، فإن خلف هذا المدخل تتكشف الاستراتيجية الجديدة لدبلوماسية الحرية ببلد بحجم الجزائر. لطالما كانت الدبلوماسية الجزائرية حاضرة في فك النزاعات في كل الأصقاع، ولطالما شهد لها واستصرختها دول متأزمة كانت تبدو أزماتها غير قابلة لأي حلول. الواقع تغير، والأمن الذي كان واقعاً بات متغيراً، والجزائر التي ما زالت تؤمن وتدافع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تدرك بحكم دورها المحوري إقليمياً ودولياً بأن سياسة تبني اليد العليا لم يعد يجدي في ظل توتر تعددت أسبابه ومسببوه. وباء كوفيد، لقد تجاوزت الأحداث المتسارعة أداء بعثات الجزائر الدبلوماسية في الخارج، وذلك ما يكون قد وقف عليه شخصياً وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة، الذي كان قد باشر زيارات مختلفة بمجرد تسلمه حقيبة الدبلوماسية. زيارات قادته في جويليا الماضي إلى كل من تونس وليبيا وإثيوبيا ومصر والسودان، وقد وصفت بعض وسائل الإعلام العربية هبة العمامرة تلك بأنها جرعة تنشيطية للدبلوماسية الجزائرية. وتنشيط الدبلوماسية الجزائرية من المنظور الجديد الذي أرادت الجزائر تلقينه لبعثاتها الدبلوماسية في أول لقاء جمعهم بالعاصمة الجزائر، سيشمل أيضاً مباشرة التوغل الاقتصادي والبحث وتيسير فرص للمستثمرين الجزائريين مع مراعاة مساواة الفرصة بين الخواص والعموميين. دول كثيرة في الجوار بدرجة أكبر تفتقر للتنمية وتفتح أبوابها على مصراعيها لأي قادم بمقدوره امتصاص يد عاملة تتوفر فيها كل شروط الربح، وقد يكون ذلك من قلة الحيلة أن تستقر شركات متعددة الجنسيات في بلدان ساهمت الجزائر بشكل كبير في استقرارها الأمني.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الزائر رفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول محمد الحداد. هذا ونوه موسى الكوني بدعم الجزائر لبلاده من أجل عودة الاستقرار وبسط الأمن في عموم ليبيا، مؤكدا أن الرئيس تبون حريص على أن يعمل الشعب الليبي على تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا. في الواقع وعند أخونا ورئيس الجزائري الحريص على ليبيا والذي يحدثنا دائما بقلبه في الواقع لحرصه على استقرار وأمن ليبيا وعبور الشعب الليبي بانتخابات نزيهة مرضية للشعب وتنقذ ليبيا مما هي فيه. فحديث كان مطول ودقيق في تفاصيل التفاصيل، وأبدى فيه كعادته حرصه على أن يعمل كافة الإخوة الليبيين على تعزيز اللحمة الوطنية للشعب الليبي. موازاة مع انطلاق أولى محطات الاستحقاق الانتخابي بليبيا، يتواصل الخلاف بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان ليصل إلى أزمة أخرى بين خالد المشري والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الطريق إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا يبدو أنها لن تكون يسيرة وفق طموحات الأطراف المعنية بها، أياما قليلة بعد انطلاق أولى محطات الاستحقاق. دعوة صريحة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات وشن حراك يصفه مدنيا أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات ومقرات رسمية أخرى، معلقا دعوته تلك على ما يراه فرضا لمنطق الأمر الواقع حيال قانوني الانتخابات. الإشكالية الداخلية هي في القوانين المعيبة التي شرحها مجلس النواب وقدمها إلى المفوضية العليا للانتخابات، وهذه إلى الآن لم يتم التوافق عليها، وهنالك اعتراض كبير عليها سواء كان على صعيد الأحزاب السياسية أو حتى على صعيد المجلس الأعلى للدولة أو على صعيد حتى الشارع الليبي. إذا كان الرهان بين جل الأطراف السياسية الرسمية داخل ليبيا إجراء انتخابات في موعدها استهدافا لإنجاح خارطة الطريق المرسومة، فإن التجاذبات الحاصلة بشأن دستورية القوانين الانتخابية لا تطرح نفسها كعامل وحيد يضاعف حجم التخوفات، فالشق العسكري والأمني لا يمكن إبعاده عن تلك التجاذبات بحسب مراقبين، خاصة مع استقطاب عسكري ممارس ميدانيا. هناك تهديد من بعض الشخصيات بأنها ربما ستتجه إلى التمترس خلف الأسلحة والتشكيلات المسلحة التابعة له، وهنا تحديدا أقصد خليفة حفتر خرج وأعلن عن ذلك بمنتهى الوضوح أنه إن هذه العملية الانتخابية إن لم تكن نزيهة فإنه سيتجه إلى الدفع بتشكيلات مسلحة وكذلك بالمرتزق المتعاون معهم باتجاه عملية عسكرية. تعويل المجتمع الدولي على الدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية وممارسته ضغوطات على مختلف الأطراف الداخلية في اتجاه إنجاح المسار الانتخابي عيار ثقل إضافي في ميزان تثبيت العملية السياسية كمخرج توافقي واحد للأزمة. اختتمت بالجزائر أشغال الدورة الأولى للجنة الحدودية المشتركة الجزائرية الموريتانية، ترأسها عن الجانب الجزائري وزير الداخلية كمال بلجود ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق. ووقع الوزيران عددا من التوصيات الهامة في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تم الاتفاق على تعزيزها مستقبلا. شغل التعاون الأمني حيزا هاما من أشغال هذه الدورة بالنظر إلى التحديات الأمنية الراهنة بالمنطقة والمسؤولية المشتركة للتصدي لها، حيث خلصت أشغال فوج العمل المشترك إلى عديد التوصيات نذكر أهمها: تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدود المشترك
من خلال إنشاء واستحداث لجنة أمنية مشتركة تضم كل المصالح الأمنية، تأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار تبادلات تجارية من اعتداءات إجرامية على مستوى المنطقة الحدودية المشتركة، تكثيف الدوريات على مستوى الشريط الحدودي المشترك، تكثيف التعاون في مجال مكافحة المخدرات التي استفحلت في المنطقة، وكذا التنقيب الغير الشرعي عن الذهب. بدوره أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم المرزوق أن مخرجات الدورة الأولى للجنة الحدودية برهنت على اهتمام عالي المستوى بتنمية المناطق الحدودية، وأن البلدين سيعملان على تجسيد مخرجات الدورة. لقد برهنت لجنة من خلال مخرجات أعمالها على مستوى عال من الاهتمام بتشخيص لمجريات الواقع ورسم للأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار. وتمثل اللجنة الحدودية المشتركة التي تم إنشاؤها بين الجزائر وموريتانيا فرصة لترقية التعاون الثنائي بين البلدين عبر تعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع حجم المبادلات التجارية كهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تنسيق أمني واستخباراتي لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المناطق الحدودية، بات إلزامياً تكثيف التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الجزائر ونواكشوط لمكافحة كل أنواع الجرائم التي تهدد الشريط الحدودي بين البلدين من تهريب وإرهاب وهجرة غير شرعية. بدون أمن ما راحش تكون يعني مبادلات قوية، وكذلك تكلمنا على عدة ملفات التي من شأنها يعني ما تسمحش بتحقيق الأمن يعني، والهدف كان هو إيجاد آليات من أجل تأمين المنطقة كما قلت لك الحدودية المشتركة. دونك كاين عدة آفات، كاين الجريمة المنظمة، كاين مكافحة الإرهاب، كاين مخدرات، كاين التطرف، كاين الجماعات الإرهابية، كاين الهجرة غير الشرعية. كل هذا تم أخذه بعين الاعتبار في أشغال الورشة. ومن أهداف اللجنة الحدودية المشتركة بين موريتانيا والجزائر تفعيل استراتيجية تنموية في المناطق الحدودية قصد خلق حركية اقتصادية لامتصاص البطالة والفقر اللذين يشكلان أرضية خصبة لانتشار الجماعات الإرهابية. تكلمنا أولا على المعبر الحدودي اللي هو يعني في الإنجاز وسوف نستلمه عن قريب إن شاء الله. تكلمنا كذلك على الطريق المؤدي إلى أول مدينة موريتانية وهي الزويرات، واللي يبعد على يعني المعبر الحدودي بحوالي 900 كيلومتر، حتى يعني نوصل لتحسين الإطار المعيشي تاع هؤلاء يعني الأشخاص. اتفاق والتزام من الجزائر ونواكشوط على تقاسم المسؤولية وتهيئة الظروف الأمنية بما يستجيب لتطلعات ساكنة المناطق الحدودية التي تتخذ منها فضاء للتبادل التجاري الحر. بين الجزائر وموريتانيا شريط حدودي بنحو 500 كيلومتر يتطلب تنسيقا أمنيا وتعاونا اقتصاديا بين الجزائر ونواكشوط. فكانت في الفاتح أفريل الماضي اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود ومكافحة ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. تشهد تونس أزمة تسببت فيها القمامة، أزمة خلفت تذمرا شعبيا كبيرا في مدينة صفاقس على الأقل، حيث أمر الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية في هذا الشأن بالتدخل الفوري والوقوف على الأوضاع السائدة في مدينة صفاقس وسط البلاد.
في مشهد آخر من الوضع المتأزم في تونس، طفت على السطح أزمة أخرى تهدد بانفجار وشيك في الجبهة الاجتماعية. فمنذ أسابيع تراكمت أطنان من النفاية المنزلية في صفاقس وباتت تهدد بكارثة بيئية في المنطقة. وزارة البيئة التونسية أعلنت عن استئناف نشاط المصب المراقب في منطقة الجنة بصفاقس للحد من المخاطر الصحية والبيئية على خلفية أزمة النفايات، الأمر الذي ولد احتقانا كبيرا واحتجاجات ليلية شهدتها معتمدية عقارب غربي المدينة، نتج عنها صدامات مباشرة بين محتجين ورجال الأمن. وزارة الداخلية فندت ما نقلته وسائل إعلام محلية وفاة شخص بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفريق المحتجين. أزمة النفايات خصها الرئيس التونسي باجتماع ضم رئيسة الحكومة ووزير الداخلية لدراسة الوضع، حيث أمر بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة في صفاقس. اجتمعت بكم هذا اليوم للنظر في مسألة رفع الفضلات بمدينة صفاقس، علما وأن الأمر فيه جانب موضوعي، ولكن تراكمت الأسباب لسنوات طويلة وأدت إلى هذا الوضع البيئي. وسنتناول بالدرس الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمسألة القمامة ورفعها من مدينة صفاقس. المؤكد أن تونس التي تحاول تجاوز مرحلة سياسية حرجة أعقبت إعلان الرئيس التونسي إجراءات استثنائية في البلاد، تواجه جبهة اجتماعية أخرى رافضة لعدة مشاكل اجتماعية واقتصادية تشهدها البلاد. قالت مصادر أممية إن أكثر من 12 موظفاً إثيوبياً لدى المنظمة الدولية اعتقلوا في أديس أبابا خلال مداهمات بموجب حالة الطوارئ. وعبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء تطورات الأوضاع في إثيوبيا بين الحكومة ومسلحي تيغراي، محذراً من مغبة أي انزلاق أمني يجر البلاد إلى كارثة إنسانية. الصراع المستمر منذ عام في منطقة تيغراي الإثيوبية بلغ أبعادا كارثية، هكذا عبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزوماري دي كارلو خلال اجتماع مجلس الأمن حول التطورات الحاصلة في إثيوبيا وفي دول أخرى، محذرة من انزلاق أمني وحرب أهلية قد تؤدي إلى كارثة إنسانية في البلاد. الصراع المستمر منذ عام في منطقة تيغراي الإثيوبية بلغ أبعادا كارثية، وقد يجر البلاد إلى انزلاقات أمنية تؤدي إلى كارثة إنسانية. The fighting places the future of the country and its people. دي كارلو شددت على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية بإثيوبيا ووقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لحوار إثيوبي شامل، مشيرة إلى الوضع الإنساني المتردي في البلاد جراء الأزمة. More than 7 million people need humanitarian assistance. يحتاج أكثر من 7 ملايين شخص في شمال إثيوبيا إلى المساعدة الإنسانية. استمرار القتال ما يزال يقوض الجهود المبذولة لحشد المساعدة في تيغراي. ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لحوار إثيوبي شامل لحل الأزمة. To resolve the crisis and create the foundation for peace and stability throughout the country. 12 قراراً لمجلس الأمن الدولي منذ بدء الأزمة في إثيوبيا لم ينجح في إقناع الطرفين للجلوس على طاولة الحوار في وقت يواصل فيه مسلح تيغراي الاقتراب من العاصمة أديس أبابا لإزاحتها بأحمد وشركائه من السلطة.
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وصل إلى مدينة تعز غربي البلاد في أول زيارة لمبعوث أممي إلى هذه المدينة منذ نحو 7 سنوات، حيث لا يزال تنفيذ اتفاق بشأن تعز متعثرا. في غضون ذلك بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن الأوضاع في محافظة مأرب شمالي البلاد وجهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام في البلاد. التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي سلمه رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت مصادر دبلوماسية سورية إن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ نحو عقد من الزمن. سبع وثلاثون سيارة إسعاف مجهزة بالكامل دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، لفتة إنسانية من الشعب الجزائري وعدد من الدول بالتنسيق من قافلة أميال من الابتسامات، وهي المبادرة التي لاقت استحسانا لدى الفلسطينيين. وثمنت وزارة الصحة الفلسطينية الدور الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية. هذا بهاء طباسي مراسلنا من غزة. يشهد العالم اليوم العديد من التبعات المترتبة على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية، إذ ترتفع في العديد من المناطق البرية والمحيطات، كما تعم موجات الحرارة معظم بقاع الأرض المأهولة بالسكان. ولهذا تسعى منظمات غير الحكومية ونشطاء في البيئة إلى حتمية تطبيق مقدار 1.5 درجة مئوية. مقدار 1.5 درجة مئوية حتمية لجعل حرارة العالم تستقر عند هذا المقدار، والسعي الجاهد للحد من الاحتباس الحراري. الكثير منا يجهل معنى هذه الحتمية، ولتبسيط المفاهيم فإن الحفاظ على مستوى احتباس حراري لا يتجاوز 1.5 درجة يتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية سريعة وعلى نطاق عالمي حتى يستقر المناخ. ارتفاع درجة الحرارة المفترض بسبب العمليات الصناعية التي تقوم بها الدول المتقدمة منذ الثورة الصناعية ولغاية الآن أثر بصورة سلبية على الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة. الكوارث الطبيعية التي يسجلها العالم بصورة أكبر مقارنة بعصور ما قبل الصناعة، كشفت إحصائية مسجلة بأن درجات الحرارة ارتفعت فعلاً بمقدار 1.2 درجة مئوية، ما ينذر بزيادة معدل حدوث هذه الكوارث بحوالي 4 مرات. الآثار ستترتب كالآتي: آثار بيئية تتعلق بموجات حر متواترة، موجات جفاف، انهيار منظومات متكاملة تتعلق بعدم مقاومتها للحرارة، بالإضافة إلى ظهور الأمراض، موجات الجفاف. أهم موضوع رئيسيا وهما الأمن المائي والأمن الغذائي. المعطيات والدلائل التي تشير إلى أن العالم الذي اعتدنا عليه في السابق لن يكون هو نفسه في الغد أضحت سيناريو مرعب غير مستبعد، ما جعل أنصار البيئة عبر العالم يرفعون الصوت عاليا ضد سياسات البلدان الصناعية الكبرى، السبب الأكبر في مرض الكوكب وإصابته بالحمى. الاقتصاد الآن مشاهدينا الكرام مع زميلة هالة الشامي. أهلا بك هالة. أهلا بك رمزي. أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الاقتصاد. بداية، أعلن المغرب عن انطلاق مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين لتوفير بديل للغاز الجزائري. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اعتراف وزيرة الطاقة المغربية ليلى بن علي بتسجيل المملكة عجزا طاقويا بأكثر من 900 مليون متر مكعب من الغاز. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تتوالى الاعترافات لتترسم الأزمة الطاقوية المتفاقمة داخل المملكة. أحدث حلقات الإقرار بحقائق الوضع جاءت على لسان وزيرة الطاقة المغربية ليلى بن علي، التي كشفت ضمنيا عن عجز طاقوي بنحو 900 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي ستكون المملكة مضطرة للبحث عن تعويضه عبر بدائل مكلفة وباهظة.
وزيرة الطاقة المغربية أشارت إلى أن قدرات إنتاج بلادها لا تتعدى 98 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، مبشرة المغاربة بارتفاع متوقع للكميات المنتجة محلياً إلى 110 ملايين متر مكعب السنة المقبلة، كميات تبقى ضعيفة باعتراف المسؤولة المغربية بالمقارنة مع حاجية استهلاك المملكة المقدرة بأزيد من مليار متر مكعب سنوياً. المسؤولة المغربية وأمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان المغربي حاولت تطمين المغاربة بشأن الخيارات المتاحة أمام الرباط لتغطية العجز المترتب عن توقف تدفق الغاز الجزائري، بإعلانها عن مشاورات مع من أسمتهم بالفاعلين الإقليميين والدوليين بتوفير الغاز لمواطنيها، غير أن المسؤولة ذاتها تحفظت بشأن ذكر أسماء الموردين الجدد للمملكة بالمورد الطاقوي. بعد زيادة تسعيرة الكهرباء الموجهة لكبار المستهلكين والتوجه نحو رفع أسعار غاز الطهي، الحكومة المغربية تعترف بعجز قياسي في الغاز راسمة لمؤشرات أزمة عميقة قد تعصف بالسلم الاجتماعي الهش أصلا في المملكة. في شأن متصل، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناتراك الجزائرية توفيق حكار أن قدرات تصدير الغاز الطبيعي نحو إسبانيا عبر أنبوب ميدغاز جد كافية لتغطية الطلب الحالي. حكار وخلال ندوة صحفية عقدها على هامش فعاليات الطبعة العاشرة لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للصناعة البترولية والغازية نفى وجود نقص في إمداد شبه جزيرة إيبيريا بالغاز عبر خط ميدغاز، والذي يضمن الحجم الكامل لصادرات الجزائر للغاز الطبيعي إلى إسبانيا المحددة في إطار عقود طويلة المدى. المسؤول الجزائري وصف الحديث عن احتمالات ارتفاع الطلب الإسباني على الطاقة بالسابق لأوانه، معربا عن استعداد بلاده لضمان تزويد مدريد بالحاجيات الضرورية في حال وجود طلب إضافي. في شأن قطاعي آخر، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا الثلاثاء مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب يامال أوروبا، وتراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 3.9% لتصل إلى 911 دولاراً لألف متر مكعب من الغاز. وذكرت شركة طاقة ألمانية أن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا زادت بأكثر من الضعف اليوم، وذلك بعد أن شهدت الإمدادات انقطاعات خلال الأيام الماضية. إلى الشأن المغربي، دائما تثير صفقات إعادة إعمار ليبيا المقدرة بنحو 200 مليار دولار شهدت الكثير من الشركات العالمية والدول الطامحة لضخ فائضها من اليد العاملة في السوق الليبية، سباق دولي مبكر تقوده خمس دول تستهدف مشاريع إعادة بناء منشآت الطاقة والبنى التحتية المدمرة على مدار 10 سنوات من الحرب. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بمجرد بروز أولى مؤشرات عودة الدولة والاستقرار المؤسسات في ليبيا، دشنت عديد الدول سباقا محموما في سبيل افتكاك صفقات خطط إعادة الإعمار، سباق بدأت ملامحه ترتسم بشروع خمس بلدان بإرسال أولى وفود العمالة على غرار مصر التي سارعت شركتها في إطلاق مشروعات الإنشاءات والبناء والتشييد. في المقابل تطمح تركيا للظفر بصفقات التشغيل في أعمال الهندسة والكهرباء، على أن تتولى تونس مشاريع رقمنة الإدارات الليبية الجديدة. السباق المبكر لتشغيل الأجانب في ليبيا بعد عقد من الحرب، ترغب الفلبين في الاستحواذ على عقود التشغيل في قطاعات الصحة والنفط، على أن تتكفل اليد العاملة القادمة من البنغلاديش على تسيير قطاعات الخدمات والنظافة العامة. وتطمح ليبيا المدمرة في استقطاب نحو 2 مليون عامل وموظف وافد كمرحلة أولية، بما يمكن من إطلاق أولى ورشات إعادة تشييد المنشآت الطاقوية والطرق والبنى التحتية ضمن صفقات تعددت الجهات الدولية والمحلية في تقدير تكلفتها الإجمالية.
لكنها تجمع على ضخامتها بما يكفي لأن تسيل لعاب الكثير من الدول والشركات. تقدر الأمم المتحدة إجمالي حاجيات البلاد من إعادة بناء ما دمرته 10 سنوات من الحرب ب 160 مليار دولار في غضون 4 سنوات، في حين تتجاوز هذه القيمة 200 مليار دولار وفقا لتقديرات وزارة الاقتصاد الليبي، ونحو 120 مليار دولار حسب مجلس التخطيط الوطني الملحق بالمجلس الرئاسي في طرابلس. أعلن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عزم بلاده فتح مكاتب تمثيلية لبعض البنوك الجزائرية في إفريقيا والانضمام إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. إن الحكومة عازمة على فتح مكاتب تمثيلية لبعض البنوك الجزائرية في إفريقيا في إطار تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتعزيز المبادلات التجارية مع القارة الإفريقية، كما ستباشر في القريب العاجل المفاوضات المتعلقة بدراسة إمكانية الانضمام إلى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي. في التعاون اتفقت الجزائر وموريتانيا على إنجاز الطريق الرابط بين تندوف وزويرات وتعبئة الموارد المالية الكافية للمشروع وإنشاء منطقة للتبادل الحر بين البلدين على مستوى المنطقة الحدودية. أسفرت أشغال اجتماعي اللجنة الثنائية الحدودية المشتركة على حزمة من التوصيات، أبرزها تنظيم معارض اقتصادية وتجارية جزائرية في نواكشوط بصفة دائمة، إلى جانب تحفيز المتعاملين الاقتصاديين من البلدين لبعث مشاريع مجدية بالنظر إلى خصوصية المنطقة. البلدان اتفقا أيضا على تسهيل دخول المتعاملين الاقتصاديين من البلدين إلى السوق الجزائرية والموريتانية لبيع منتجاتهم وبعث فرص التعاون والشراكة في ميادين البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات، علاوة على تفعيل الاتفاقية الخاصة بمجال الصيد البحري والمتعلقة باستغلال التراخيص الممنوحة للصيد في المياه الإقليمية والموريتانية. ختام أخبار الاقتصاد، وهذه عودة إليك رمزي. شكرا جزيلا لك يا هلا. إذن مشاهدينا الكرام، أخبار الرياضة بعد فاصل قصير ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، يلتحق بنا زميل خالد معزوز تقديم الأخبار الرياضية. أهلا بك خالد. شكرا رمزي. أهلا مشاهدينا الأفاضل في هذا الموجز الرياضي. بداية، أعلنت مؤسسة أريد بأنها ستكون متعاملة الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العالم المقبلة بقطر عام 2022، وهذا في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك متعامل الاتصالات الرسمي لبطولة كأس العرب بقطر سنة 2021 في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويأتي اختيار المؤسسة القطرية لدعم مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى تعزيزا للتعاون الوثيق بينها وبين أعلى هيئة كروية في العالم. وبهذه المناسبة عبر الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر الثاني رئيس الشؤون التجارية للمؤسسة، عبر عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الفيفا، وهذه المرة كداعمين رئيسيين للحدث الأكبر في العالم ولأكبر تظاهرة كروية في المنطقة العربية. من جانب آخر، أكدت شبكة راديو مونتي كارلو أن الفحوصات الأولية التي خضع لها لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا أثبتت إصابته في عضلة الفخذ التي كان قد تعرض لها خلال تدريبات المنتخب الفرنسي. ذات المصدر كشف أن اللاعب قد يغيب من 8 أسابيع إلى 10 أسابيع كاملة على أقل تقدير. وكان ديدي ديشان مدرب الديوك قد استبعد بوغبا ليحل محله مكانه أقول لاعب روما الإيطالي جوردان فيريتو. في موضوع آخر، يتواصل الصراع عن بعد بين النجمين الكبيرين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولو أن نجم مانشستر يونايتد يبدو أفضل حالا في بداية هذا الموسم من منافسه التاريخية. إحصائيات رونالدو وميسي في بداية هذا الموسم تأتيكم في سياق هذا التقرير.
بعد أن صنع انتقالهما إلى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الحدث في الميركاتو الصيفي، ها هو ليو ميسي يقدم انطلاقة مخيبة مع نادي العاصمة الفرنسية. في المقابل تبدو بداية كريستيانو رونالدو مع المان يونايتد أحسن بكثير. فبعد أن تنبأ له المتتبعون بالتألق في الدوري الفرنسي، يبدو أن النجم الأرجنتيني يعاني إصابات، غيابات، مشاركات قليلة ومعاناة في تسجيل وصناعة الأهداف. فبلغة الأرقام شارك ميسي في 5 مباريات فقط في الدوري الفرنسي، أي 326 دقيقة فقط، في حين لم يتمكن من تسجيل أي هدف في البطولة الفرنسية مقابل 3 أهداف في دوري الأبطال. إحصائيات تشير إلى الانطلاقة السيئة والغريبة في نفس الوقت بالنسبة للاعب في الليغ 1. في الجهة المقابلة يبدو حال النجم البرتغالي أحسن بكثير، فبعد عودته إلى قلعة الشياطين الحمر بعد غياب دام 12 عاما، يقدم رونالدو أرقاما مميزة في البريمير ليج، حيث تمكن من خطف الأنظار منذ مباراته الأولى مع المانيو، كما كان له الفضل في إنقاذ الفريق من الخسارة في عديد المرات. وتقول الإحصائيات إن رونالدو خاض 8 مقابلات في الدوري الإنجليزي، أي 644 دقيقة، سجل من خلالها 4 أهداف محلياً و5 في رابطة الأبطال. وتبقى هذه الأرقام مؤقتة، فما زال الموسم شاقاً وطويلاً، فماذا سيقدم اللاعبان في الجولات القادمة؟ وإلى أخبار الدوري الفرنسي، حيث عاد المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى التدريبات الجماعية رفقة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسية بعد فترة غياب طويلة حرمته من خوض أدنى مباراة مع فريقه الجديد. عودة القائد السابق للمنتخب الإسباني بعد طول غياب شكلت خبرا سارا للنادي الفرنسي الساعي للاستفادة من جميع عناصره ومستقدميه الجدد على غرار ميسي وفينالدوم ودوناروما وحكيمي، على أمل تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحقيق لقب رابطة أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخها. وإلى إنجلترا، حيث أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تعيين إيدي هاو مدربا جديدا للنادي بعقد يمتد 3 سنوات بعد رحيل ستيف بروس الشهر الماضي. وقال النادي في بيان رسمي أن إيدي هاو الذي تمول زمام الأمور في بورنموث سيكون مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2024. وكان أوناي إيمري مدرب فياريال الإسباني هو المرشح الأول لقيادة نيوكاسل، لكن المفاوضات فشلت بعدما تمسك المدرب بالبقاء مع فريقه الحالي في الليغا الإسبانية. وكان نيوكاسل أقال ستيف بروس عقب الهزيمة أمام توتنهام بنتيجة 3 أهداف لهدفين، وذلك في بداية موسم صعبة جعلت النادي يقبع في المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط بعد مرور 11 جولة. مشاهدين، إذن ختام الموجز الرياضي. رمزي، عودة إليك. شكرا جزيلا لك خالد. إذن مشاهدين نواصل، حيث فاز الدكتور عبد الملك مرتضى الأديب الجزائري والأستاذ الجامعي والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للغة العربية بجائزة السلطان العويس الثقافية في دورتها 17، وتعد هذه الجائزة التي نالها الدكتور مرتضى من بين 1847 مترشحا في حقل الدراسات الأدبية والنقد، وتعد جائزة مرموقة بحكم اهتمامها وتقييمها لمسار المترشح ككل. أنا ترشحت لها منذ 3 سنوات، وهم يطلبون الكتب، آخر الكتب التي ألفت، ولكن في الوقت ذاته يطلبون جميع الكتب، فبلغت كتبي 80 كتابا. أنا عندما قدمت يعني ترشيح، كنت تقريبا موقن بأنني سأنال هذه الجائزة إن شاء الله، وفعلا نلتها، وهي جائزة تشبه نوبل، حتى كثير من الناس يطلق عليها نوبل العرب، لأنها جائزة مدنية. نهاية الحصاد، وتذكر بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي يبدي تأسفا لسوء التفاهم مع الجزائر ويعبر عن احترامه للأمة الجزائرية وتاريخها. اجتماع السفراء والبعثات الدبلوماسية خبرة طويلة في خدمة استراتيجية جديدة.
أزمة الطاقة تتفاقم في المغرب، الرباط تعترف بعجز طاقوي. وتابعتم أيضا جائزة السلطان العويس الثقافية تحط رحالها بالجزائر، فوز مستحق للدكتور عبد الملك مرتا. شكرا لطيب المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.